مشاهدينا برحب بحضراتكم معانا وحلقة جديدة وبيت على الصخر موضوعنا النهاردة مهم جدا لاننا هنتكلم عن الكدب والحقيقه انه الكذب عاده سيئه جدا وخصوصا لما يكون ما بين الزوجين دايما نقول كده انه الصراحه هي اقصر طريق لحياه زوجيه سعيده جدا وانه الكذب هو اقصر طريق لحياه زوجيه تعيسه جدا جدا الكذب والحقيقه انه يمكن نقط كتير هنقف عندها النهارده ازاي نتكلم بصراحه ازاي ما نخافش ازاي نواجه نفسنا بالمشاكل اللي عندنا بدون ما نجرح بعض ده موضوعنا النهارده مع اوتسابونا القمص مكاري القمص تدرس كاهن كنيسه الشهيده العظيمه جرجس بشبرا الخيمه وطبعا تواصل حضراتكم معانا يهمنا جدا رسلونا وبعتوا على وسائل التواصل المختلفه الخاصه بالبرنامج وخصوصا صفحتنا على الفيسبوك برنامج بتاع صخر باللغه العربيه دي صفحتنا الرسميه والوحيده واللي هتظهر قدام حضراتكم حالا على الشاشه ملناش اي علاقه باي صفحات تانية بتحمل نفس الاسم. فاصل ونبدا حالا خليكم معانا. طهارة الزواج وطهارة البيت المسيحي تحفظه عشان كده كلمة الأمانة كلمة قوية وعكسها كلمة بتجرح ودنة كلمة الخيانة ربنا يحفظكم جميعا فالبيت النقي والبيت اللي الزوج فيه لا يرى في الكون أي امرأة سوى زوجته والبيت الصح اللي المرأة لا ترى في الكون اي رجل غير زوجها ده بيت ناجح وده بيت يحفظه الله لطهارته ولقاوته ويباركه ربنا برحب بحضراتكم معانا في بيت على الصخر الحقيقه بقى لنا فتره كده بنحاول ناخد مفاهيم مغلوطه عند المجتمع بشكل عام نحاول نصلحها وخصوصا المفاهيم دي لما تتعلق بقى بالحياه الزوجيه يعني في حياتنا العاديه كده بعض الناس ممكن تبرر الكد يقول لا دي كدبه بيضه مش مهم هتعدي هل في حاجه اسمها كدبه بيضه ولما يكونوا زوجين بيكذبوا على بعض كدب ابيض كده شكل حياتهم هتكون عامله ازاي وهل اصلا فكره الكدب مبرره في العلاقه الزوجيه ولا لا هل في حاجات معينه ينفع اخبيها ما اقولهاش ولو في حاجات فعلا ينفع اخبيها هل ده هيبقى امانه مني تجاه زوجي او تجاه زوجتي يعني حاجات كتيره قوي بتتضمنها فكره الكذب عشان كده النهارده بيسعدنا ويشرفنا يكون معانا وتصبونا القمص مكاري القمص تدرس كاهن كنيسه الشهيد العظيم ورجرجس بشبرا خيمه مرحبا بقدسك معانا وتصبونا اهلا بيكي أوتسابونا النهارده هيجاوب لنا بقى على كل الاسئله دي ويصلح لنا المفاهيم المتشابكه في بعض اخبي يبقى بجدب. وهل فعلا لو انا خبيت معلومه معينه ابقى انا كده كذابه ولو حبيت ان انا داري على مشكله هتعمل حكايه كبيره في البيت يبقى انا كده وحش انا كده مش امين يعني مفاهيم كتير عندنا فيها بعض اللبس لكن في البدايه كده يعني ايه شكل الكذب يعني ايه بكذب وفي حاجه بقى اسمها كذبه بيضه وكذبه سوده ولا لا في الحقيقه الموضوع شائك جدا لاني يحتمل وجهات نظر كتير زي ما انت قلتي في الاول احيانا بيبقى في دوافع للموضوع دوت واحيانا الناس بتشوف الدوافع دي مهمه آه احنا مع بعض كده بنتكلم وندردش اول حاجه الكذب ان الواحد بيقول حقيقه مختلفة أو غير الحقيقة يعني بيقول معلومة غير حقيقية م. وهي دي النقطة الأساسية آه أنه يقول حاجة ما حصلتش أو يبتكر فكرة من دماغه أو أنه يزود حقيقة على الواقع أو يكتزق جزء من الحقيقة أو يكتزق جزء عشان يصدر أحيانا يبقى الكلام سليم ولكنه هو بيصدر صورة غير حقيقية برضه تمام <applause> ففي أشكال كتير للكذب وبرضه من ضمنها الإخفاء يعني الإخفاء على واحد من حقه ما حدش يخفي عنه حاجة يعني أنا ممكن أخفي على أصحابي في المدرسة مثلا في الكلية في الشغل مثلا انا لابس قميص جديد مش عايز اقول بكام من حقي لكن في البيت ما فيش وجه للاخفاء الا بقى لو كان في دوافع تانية ودي اللي هنتكلم عنها فالكذب هو ان الواحد بيقدم معلومه ليست حقيقيه تمام يبقى احنا متفقين على تعريف الكذب اي معلومه مش حقيقيه انت قلتها او اي معلومه ناقصه حته او زودت عليها حته في النهايه الى صوره غير حقيقيه بالظبط ده اسمه كذب تمام احنا كده متفقين قدسك قلت انه الاخفاء يعتبر من الكذب لو معلومه من حقي ان انا اعرفها بالظبط طيب نفهم بقى من قدسك ايه المعلومات اللي من حقي كزوج اعرفها او من حقي كزوجه ان انا اعرفها بص هو في الحقيقه المفروض الاثنين واحد تمام المفروض ان كل حياه الزوج مكشوفه وكل حياه الزوجه مكشوفه وده ما يلغيش الخصوصيه. يعني الخصوصيه مثلا هي ليها خصوصيه مع اصحابها وارد لكن اللي مش وارد ان يكون في احداث هي ما بتقولهاش لجوزها. هي دي النقطه. بتقابلنا بقى نقط كتيرة في الحته دي. نمره واحد مثلا اللي, اللي بيعمل لنا مش كعبله يعني. تقول دي مش اسراري انا دي اسرار البيت بمثلا ماما دي اسرار اختي دي م. اسرار اخويا وهنا احيانا بقى بتضطر انها تكذب ليه؟ اصل انا مش هقول ان ماما كلمتني عشان لو سالني ماما قالت لك ايه طب ماما قالت لي ان اختي متخانقه مع جوزها طب انا هضطر لا ماما اتصلتش خالص فبتضطر تكذب تضطر تكذب عشان تقفل الباب عشان ما يسالهاش اكتر من كده فدي حاجه أحيانا مثلا الواحد طبعا يعني أنا إذا حللت الموقف ده هو الهدف الهدف كويس لكن التصرف مش كويس أو. الهدف إني ده سر خاص باخويا أو بأختي أو بناس تانية فمش من المفروض ان أنا أفضحهم قدام جوزي مثلا أو قدام مراتي ده الهدف نبيل لكن التصرف مش ذكي ومش أو. حكيم آه أنا اعتقد إني معظم دوافع الكذب بتيجي باهداف كويسه لكن التصرفات مش كويسه اه يعني مثلا الزوجه تبقى مثلا خايفه ان جوزها يتعصب او يتنرفز عشان نتيجه الولد مثلا طلعت مش كويسه فبتخبيها عنه علشان ما يتضايقش او علشان ما يتعصبش على الولد ويمد ايده عليه مثلا ده 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 بيحصل كتير قوي طبعا لازم نتفق عشان الجمله اللي فاتت ما حدش يؤولها غلط يعني الهدف لوحده مش كفايه يعني أنا هدفي حلو لكن التصرف مش حلو. م. فالأهداف النبيلة لازم تيجي بطرق ووسائل نبيلة أيضاً. ما تجيش بوسائل وحشة. هو برضه قدس اقترحت مثل آه رائع جدا لما قلت إنه ممكن الزوجة تكذب وتقول مثلاً أنا ما اتصلتش بوالدتي أصلاً أو ماما ما اتصلتش عشان ما تقولش لجوزها آه آه تفاصيل. تفاصيل آه, اه تفاصيل حاجات ما تخصهوش. من جانبه برضه هو كمان لازم يحترم فكره انه مش لازم اتعمق في التفاصيل عشان ما اضطرش مراتي انها تكذب. دي نقطه بقى، دي نقطة في منتهى الأهمية. من أهم دوافع الكذب تصرفات الطرف الآخر. م. يعني تعالى نحسبها كده حتى مع الأطفال، يعني مش بس ما بين الزوجين، لأ حتى في العلاقة الرأسية مش بس في الأفقية بين الرجل ومراته، لأ بين الأم مثلا وأولادها، الأب وبناته أو أولاده. الرد فعل الـ الـ الاب او الام على الولد هيخلي الولد يكذب طبعا لو جه حكى اي حاجه وانا هبيت فيه هيخاف يقول لي تاني مش هيقول لي تاني مم. لو جت البنت قالت لمامتها يا ماما ده في ولد زميلي في الكليه بيبت... يعني بيقول لي انه بيحبني والام قامت بخت فيها الكلام ودخلت فيها وانت ازاي وانت كده تبقى مش محترمه وإنت, وانت وانت تيجي بعد كده البنت هتعمل ايه هتعيش حياتها لوحدها خالص هتشتري دماغها نيجي بقى على الزوجين ما دي برضو نقطة في منتهى الأهمية لو جه الزوج قال لمراته أي معلومة مثلا أصلي النهاردة كانت ماما محتاجة حاجة فديتها فلوس أصلي أختي كانت في ورطة فديتها مش عارف رد الفعل لو ما كانش شي. شيك هيخلي الراجل من جوه يقول ايه طب انا يعني هقول لها ليه بعد كده صح هريح دماغي ردود افعالها يا, بت... يا بتهب يا بتشتم يا بتغلط يا بت... بتجرح في اهلي او بتغير عليه بقى بعد كده او عامة كل حاجة بترفض لا 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 لا, لا. فاحيانا الدوافع بكون انا سبب فيها يعني انا السبب اني اخلي اللي قدامي مضطر انه يخبي عليا مضطر انه يكذب عليا ليه؟ لان ردود افعالي فيها نوع من العنف والخشونة فالاقي اللي قدامي بيشتري دماغه بال... ده حقيقي يعني فكرة اننا نعيش بصراحة فكرة تكاملية مش فكره فرديه، يعني مش انا طول الوقت اه هسعى ان انا ما اقولش غير الصراحه، لكن كمان الطرف الثاني لازم يساعدني بانه ما يضغطش او ما يمارسش عليا اي نوع من انواع السيطره اللي تخليني اضطر أكدب الموضوع تكاملي، طيب في ناس بقى ترجع تقول لنا ايه يا بونا انا ما كنتش اعرف ان هو بيكذب، ما بانش خالص في فتره الخطوبه انه كان بيكذب، واكتشفت بعد الجواز انه بيكذب في حاجات كثيره قوي، بيكذب عليا راح فين وجي منين وفلوسه كام وراح عند مين وعمل ايه بيكذب. انا ما عرفتش اكتشف في فتره الخطوبه ازاي نكتشف في فتره الخطوبه ان الشخص اللي قدامي ده بيكذب خلينا متفقين قبل ما من نقول مثلا ايه حكايه ازاي نكتشف يعني ان مشكله الكذب دي مشكله كبيره قوي طبعا يعني اذا بصينا للكذب بمنظور روحي فخطيه الكذب خطيه سخيفه ليه بقى لإن اللي بيكذب ده معناها خايف يقول الحقيقة. م. فاللي خايف ده إزاي هيكون على نفس مستوى المسؤولية بيني وبينه. نمرة اتنين شوفي مثلا الدول الأجنبية عندهم مشكلة إن واحد يكذب. يعني لو دخلت السفارة مثلا تاخدي فيزا. لو قلتي معلومة بعد شوية غيرتيها دي, دي بالنسبة لهم كارثة. هذا المواطن لا يعني لا يصلح لدخول بلادنا. فإنسانيا الكذب معناها ان في خيانه وطالما في خيانه يبقى ده ما ينفعش يعمر في البلد دي ما ندخلوش من اساسي. لو حاله روحيه الكذب برضو في مشكله ان معناها في خوف والمفروض الانسان الروحاني ما يخافش يقول الحقيقه وما يخافش ده الناس بتموت من اجل كلمه الحق فاذا برضه دي مشكله. ناهيك بقى عن الايات الكثيره اللي الكتاب المقدس اتكلم فيها مثلا إن مدينة السماء ده الكلام ده في سفر الرؤيا هتلاقي خارجها مين من ضمنهم الكذابين والزنا والى اخره. صحيح. فإذا الكذب خطية وخطية يعني سخيفة فيها وصمة عار كده على الإنسان اللي بيعملها لأنه ما فيهوش القوة المواجهة وزي ما بيقولوا كده القوة الأدبية بتاعة الإنسان يعني فدي نقطة. اما بقى ازاي نكتشف اللي قدامنا فدي محتاجه بقى وقت ومحتاجه حوار ومحتاجه ذكاء يعني تعالوا ناخد امثله سريعه مثلا احيانا في شخص تلاقيه دايما بيجمل نفسه ده يتخاف منه يتكلم عن نفسه كتير لا ويجمل بزياده اه يعني عارفه بقى انت ابداعات عملها و... ويعني ايه حاجات كده خاضها و برضه لازم الانسان يبقى عنده سنس هو بيتكلم عن نفسه كتير ليه الانسان اللي بيتكلم عن نفسه كتير تعال ناخدها سلسله كده بيتكلم عن نفسه كتير جدا اذا هو عنده مشكله ما عندوش ثقه بنفسه قوي فعمال يحيط نفسه بهاله من المغامرات الأهمية. والحاجات التمثيليات عشان ياخد مثلا سبورت ان انا امدح فيه فهو ده اللي بيعجب بيه صح. هذا الانسان معناها ان عنده تجاه نفسه نقص مخيف وهذا النقص بيتعوض بالكذب يعني ده احد ابواب الكذب الخطيره. م. فدايما كده تلاقي في ربط بين اللي بيجمل نفسه قوي بيمدح في نفسه قوي تلاقيه بيكذب قوي عشان يكمل الصوره يكمل الصوره محتاجها قوي دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى بيبان بقى في الحوار دايما انا اقول ايه؟ من حق الخطيبه انها تسال في كل حاجه. ما عدا التاريخ القديم العاطفي القديم لكن من حاله تقوله له بتشتغل فين من حاله تقوله له بتاخد كام واحيانا مثلا البنت تبقى مكسوفه تسال السؤال دوت عشان ما تفهمش غلط ان انا طمعانه فيه. ان انا ببص على الفلوس ماشي انت ما تقوليش كده باباك يسال وعايزين نسمع من الولد او من الراجل ارقام محدده تعرفي انه صادق لكن اي تعويم لازم الواحد كده يحس كده في في التعويم ده في هنا حاجه مداريه يعني لو لقينا مثلا ان بيتفقوا يقول يقول لا لا ان شاء الله مش هيحصل خلاف لا لا ما فيش مشكله ان شاء الله ما هيحصلش اه يعني طب هنجيب كذا طب هنعمل ان شاء الله ان شاء الله مش يعني ده دي علامه مثلا دي علامه لو في نفس الوقت في حاجه بتاخد كام اه اصلي يعني بص هو الماسلي يعني الحمد لله مستوره لا آه لا, آه لا آه ده آه ايه ده وبعدين مثلا يجي يبرر يقول ايه؟ اصلا ما حدش يعرف اسراري. لا خلاص انت جاي انت جاي عشان تعمل إيه؟ انت جاي بتشتري سلعه والبياع هيسالك انت معاك كام؟ انت جاي تحط قلبك في ايد انسانه. ايه اسرارك اللي هتخبيها؟ انت بتديها قلبك مش هتديها اسرارك. فالكلام نفسه اللي اللي انه مش عايز يقول مش بيبان الشخصيه النمط نمط غير واضح نمط غير صريح ده تتوقعي منه برضه الكذب الكذب تمام آه، كمان احيانا بقى النواقص النفسيه قله آه، الثقه بالنفس آه، آه، مثلا المستوى الاقل عشان كده دايما نقول لازم يبقى في تقارب في المستويات آه، طيب يا في مثلا بعض المواقف ممكن برضه نحكم منها يعني مثلا لو الشاب قال لخطيبته آه، وهما بيجهزوا شقتهم انه مثلا انا هجيب لك ده زياده بس ما تقوليش لماما تقوليش لوالدتي لو مثلا هيزود لها حاجه عن الاتفاق اللي هم اتفقوا عليه فبالتالي هو يعني اللي هو ايه ما تجيب سيره لو سالتك قولي لها ما جبناش ما هو ده نوع من انواع الكذب هل ده هو بيمشي بيه اموره ولا هو تعود ان يحل مشاكله بالكذب وطبعا سؤال صعب لكن في الحقيقه يعني انا اتمنى ان شبابنا يمتلك قوه المواجهه يعني هو لو شايف انه محتاج انه يكذب على والدته فده معناها ان الوالده مت يعني متداخله قوي معاه وبتضغط عليه و... فهو برضو لازم يبقى شخصيه قويه لازم يقول لمامته لا يا ماما انا هجيب لها ديت ازاي يا ولد ومش عارف ايه وازاي وانت, وانت مش عارف وانت مش اقل من ماما حبيبتي يعني ربنا رزقني والدنيا كويسه وهم ناس كويسين واحنا شاري ومش دي هتقف معانا هم ظروفهم صعبه تشغليش بالك بس ربنا هيبعت انت بس ادعي لنا عارفه يروح منها انه واضح حد واضح يعني وفي نفس الوقت بقى ما يجيش يعلم مراته او خطيبته يقول لها ايه لو سالوكي قولي ما حصلش أوه. وبعدين مثلا بعد الجواز يقول ايه انت بتكدبي ليه طب ما هي اتعودت بالظبط بالظبط فالوضوح جميل وفي نفس الوقت لازم يربي في نفسه قوة الشخصية أنا عايز أعمل ده أنا واضح أنا آسف مع احترامي للأهالي طبعًا كلها أنا راجل و... وأنا مسؤول عن نفسي وأنا هدفع من نفسي و... وأنا ليا رؤية وأنا شاري خطيبتي إلا بقى لو كان في حاجات غلط لكن دي حاجة كويسة يقولها لكن لو في حاجة غلط هنا محتاجة بقى كلام يعني مثلًا يعني فرضًا إن في نوع من الاستغلال ربما البنت تبقى ظروفها حلوة قوي ماديا ومش عايزين يدفعوا فهنا برضو الولد عارفة لو بيكذب هتورط لكن هو واضح مع أهله هيقولوا له خد بالك واحد اتنين تلاتة ربما ينوروه وفي النهاية خلاص هم قالوا اللي يقولوه هو حر بقى ما كل واحد بيشيل شيلته زي ما بيقولوا وإحنا ما تعودناش نجبر حد أو نقوله ما تاخدش وخد إحنا بس إيه بننور وبعد كده هو حر فالكذب ال ربما يضيع عليه نصيحه مهمه الكذب هيعلم خطيبته انها تكذب الكذب هيعود عليه ان هو كمان بقى منهج وهي كمان هتاخد عنه الفكره دي يعني هي ممكن بعد كده ما تصدقهوش أطبعا. هتقول ما هو زي ما كذب على والدته في كذا 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 هيكذب عليه والعكس اسف القصه دي بتحصل ازاي؟ في بنت مثلا متعوده خطيبها يقول لها كده احنا هنخرج مع بعض بس باباكي قايل لنا نخرج مره في الاسبوع اه انت قابليني بعد الشغل كل يوم يخرجوا طب بابا سالك قولي اتاخرت في الشغل هو اللي علمها الكذب وهي وافقته في الكذب بعد شويه بقى يجي بعد الجواز يشك فيها هي بالظبط يقول ايه طب ما هي كانت بتبقى معايا ومغفله البيت يبقى اكيد مغفلاني انا كمان ما انا دلوقتي بقيت المسؤول عنها يبدا يشك فيها ويبدا يشك فيها فافضل حاجه الوضوح والقوه اذا كان في حد من الاهل شوف انا اقول لك بقى كلمه يعني وعلى مسؤوليتي وكلمه خطيره يعني اذا كان في حد من الاهل مش ساوي بدرجه ان ما ينفعش اقول له كل حاجه لازم يكون في اب كاهن مرشد بديل عشان يفضل الخطيب والخطيبه عايشين في ان في صدق وفي رقابه عليهم فرضا مثلا في اب صعيدي جدا بنتي ما تخرجش مع خطيبها على فكره في ناس لحد أيوة. هذا الزمن ويقول لك بنتي ما تخرجش مع خطيبها احنا ككنيسه نقول له طيب كده البنت تعرفه ازاي يقولك اهو اهو كده يا ابونا فيجي العريس او الخطيب مع الخطيبه عايزين يعرفوا بعض وده حقهم واللي بيعمله والدها مش صح لكن هل يدوا تصريح لنفسهم من وراء الوالد والوالدة ومن وراء الكنيسة ومن وراء كل الناس دي صعبة فأنا شايف أنه يجوا لابونا في الكنيسة أنا بيجيني ناس كده في الكنيسة يقولوا لي بص يا ابونا أبوها مانع أن احنا نخرج خالص نعمل إيه نخرج ولا ما نخرجش فأنا بوجد لهم حل وسيط أقول له يا ابني مش أنت بتيجي بت... الكنيسة آه وإنت يا بنتي بتيجي الكنيسة آه طيب اتفضلوا اقعدوا مع بعض ولو حتى هتقعدوا مثلا قدامي في المكتب هنا انا مكتبي قدامه مثلا انتري الناس بتستريح فيه تقعدوا ساعه مع بعض تدردشوا وهكذا بعد شويه مثلا ما مانع انك هتنزل هتشربوا حاجه مثلا لو كان في كانتين او كده وخلاص وروح يبقى انتوا ما خرجتوش بره ما خرجتوش في في الضلمه ده قدام عينين اب تاني طب يا في مثلا بنت هي يعني شايفه انه كان ممكن يخبي على والدته او يخبي على والدتها او يقول لها مثلا تعالي يعمل كل الحاجات المؤشرات اللي بتقول أنه هو بيجد في فتره الخطوبه وتغاضت عندها، وممكن كمان تكون شايفاه بيتعامل وحش مع اصلا اسرته وبيمد ايده وبيتلفظ بألفاظ مش لطيفه بس هي شايفه انه ما بيعملش معاها كده في فتره الخطوبه فشايفه. غيرهم. اه 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 يعني هو بيحبها جدا فمش ممكن يعمل معاها كده فبتتغاضى عن ده. قدسك تقول لهم ايه النهارده؟ لا انا شايف ان الانسان اللي فيه منهج ما بيغيروش ربما مثلا النهارده مش محتاجه معاكي. لكن لما هيحتاجوا يستخدموا تقول الجمله الشهيره بقى لا انا هعرف اصلحه كويس لا 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 ما فيش حد بيتغير بسهوله لا، التغيير ده موضوع كبير وبيحتاج زي ما قلنا قبل كده محتاج اراده وتضحيه وقليلون من الشباب هم اللي بي بي بيستخدموا ارادتهم وبيضحوا عشان يتغيروا حتى في الحياه الروحيه على فكره فكتير من الناس يعني 90% من الناس انا كده وهعيش كده وده طبع وده ده كونسبت يعني عنده مش بيتغير لكن القليل هو اللي بيتغير فما تحطيش عشم قوي على حاجة نادرة ما تحصل يعني فدي نقطة لكن آه كونك بقى تعتقد انه بيعمل كده عشاني ده بيكذب على امه عشاني ده بيكذب على اخواته أوي. عشاني آه لازم هي تفهم ان كده خلاص هو بقى عنده منهج فربما يستخدمه آه يعني فيما بعد معاها هي شخصيا في بعض الاحوال ممكن تشوفه كمان بيكذب على زمايله في الشغل يعني مثلا يجي له تليفون آه، انت فين لا انا في الحته الفلانيه وهو بيكذب وهو مش موجود قدامها وبيحصل ده هل ده ممكن يبقى مؤشر فعلا اه طبعا طبعا بص اقول لك على حاجه هي بتبقى ملكه يعني ايه هو ذكي جدا اه فبيستخدم ذكائه ده يعني الملكه مش في الكذب الملكه في الذكاء فهو عنده في حاجه بيسموها الذكاء الكلامي فممكن يبقى عنده ذكاء كلامي عنده سرعه بديهه فبالتالي اذا استخدمها في الكذب خلاص بقى هو منهج انه بيستخدم الملكه دي في الحته دي وهو ده بيعتبره ذكاء يعني بيعتبرها زي ما بيقولوا كده بالعمي فهلوه فهلوه اه هو بيعتبرها ده فمش آه. بيعتبرها كذب لكن ده بالنسبه للبنت لازم تبقى واخده بالها منه انه طالما بيستخدم الكذب في شغله وارد يستخدمه جدا في حياته طبعا 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 طيب في بقى نقطه تانية تخص البنات اكتر في مثلا بنت ممكن تكون مرت بعلاقات مختلفة اتخطبت مرة اتنين تلاتة أو دخلت في علاقات ما وصلتش للخطوبة ويجي لها عريس وأهلها يضغطوا عليها إن هي ما ينفعش تقول لخطيبها إنه أنا كنت كذا وكذا 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 أو هي من نفسها تقول أنا مش هتكلم لأنه ممكن يبقى رافض إنه يكمل معايا لو عرف إن أنا مثلا كنت مخطوبة أكتر من مرة أو كان ليا علاقات متعددة قبل الـ قبل الخطوبة تقول ولا ما تقولش ولو ما قالتش يعتبر ده كده احنا قلنا قبل كده ان التاريخ العاطفي هو يعني خلاص هو مش من حقه بقى يفصص فيه لكن من حقه يعرفنا كانت مخطوبه ولا لا لكن ليه طب والعلاقه كان شكلها ايه طب كنت بتحبيه ازاي وبيحبك قوي ولا ايه كلام كل الكلام ده بقى تقول الموضوع ده انتهى من فضلك ما تثيرش افكار قديمه تعمل مشاكل انا قلت لك اني كنت مخطوبه حصل مشاكل بيننا ربما تدي له كده يعني خطوط عريضه لكن عشان تدي له كل التفاصيل دي هتدخلها في مشاكل ثم ان ممكن تبقى اسرار والخطوبه ما تكملش الجديده فيبقى فضحت القديم والجديد ما كملش فهي تدي خطوط عريضه وفي نفس الوقت تبقى واضحه وصريحه انا الموضوع ده نسيته وما احبكش تتكلم فيه م. بس خلاص بمنتهى الثقه ومنتهى الوضوح والقوه بس دي حاجه الحاجه الثانيه بقى ان انت لو عايز تعرف حاجه بعيد بقى عن السكه دي انا معاك نفس الحكاية بالنسبة للطرف الثاني الراجل لو كان خاطب أكتر من مرة وخصوصا المشكلة بتحصل إمتى بقى يا لما بيكونوا من محافظات مختلفة يعني معرفوش حاجة عن بعض يعني ممكن مثلا لو هما من نفس البلد أو من نفس المحافظة بيبقى سهل او باين في دايره العلاقات بتبين اذا كان فلان خطب قبل كده او, أو لا آه آه. انما في المحافظات البعيده آه قبل طبعا كمان السوشيال ميديا بيبقى الموضوع ليه علاقه باكتر بانه ممكن يكون خطب بنت عمه بس ما حدش عارف قوي الاسره مش عارف ايه هل من حقه انه يخبي عن آه خطيبته آه فكره انه كان خاطب او كان اهله عايزين يجوزوه ما عرفش مين والكلام ده ولا هو السؤال هو يخبي ليه يعني ايه الخطر انه يقول ان انا كنت خاطب مثلا من تعامي وفكينا يعني؟ م. يعني انا برضو عايز اناقش الشباب في القصه ديت، يعني ايه الحاجه اللي هتهدد مصيرك في انك كنت خاطب وفكيتي يعني او انت كنت خاطبه مخطوبه وفكيتي؟ ايه القضيه يعني؟ اذا كان الطرف الثاني موسوس في الحته دي أيوة. لأ اصلا لا يصلح للزواج. م. يعني لو البنت مثلا هو خايف يقول لها ان انا كنت خاطب بنت عمي لا مش عايز يقول لها لا بعد كده تغير منها لو قابلتها في مناسبه او ما تحبهاش وما تحبش تتعامل معاها فلو البنت عندها المشكله دي اصلا هي لا تصلح للجواز لا قصه ان هو نفسه خايف يقول ده معناها كده انه في خ... يعني في نوع من الخوف كده مش مش اه واحد. المشكله عنده هو يعني آه. أم. اما بقى قصه ان هي هتغير فيما بعد هي هتغير هتغير وهتغيرها من حتى لو كان خطيبه قبل كده او مش خطيبه قبل كده هي هتغير هتغير هي طبع يعني م. فايه اللي يخليها ما تغيرش ان هو بحكمه بعض الشخصيات اللي ربما تثير القلق او تثير يعني غيره مراته خلاص هو بيتعامل بحكمه وبتقل معاهم وخلاص يعني هو برضو مش ما فيش وجه احتياج قوي انه بالضبط. يبقى خلاص بقى صديق العيلة بتاع بنت عمه وجوزها يعني طيب دي نقطة كانت مهم ان احنا نتكلم فيها علشان خاطر نعرف ايه الحاجات اللي احنا بيتهيأ لنا اننا لما نخبيها او نداري عليها يبقى احنا عملنا الحاجة الصح في حين ان دي حاجة عادية جدا ان احنا نجاهر بيها ما فيش مشكلة ان احنا نقول اتخطبنا كم مرة او او انه السبب الرئيسي لفك الخطوبة او ما شابه طيب لو بقى هننتقل للزوجين خلاص احنا دلوقتي متجوزين هل في اسباب معينه واسباب باينه قوي بتخلي الطرفين يكذبوا على بعض هقول اشهر الاسباب او اخطر الاسباب انا احنا قلنا في الجزء الاولاني في الكلام ان ربما ردود الافعال المتهوره للطرف الاخر تخلي الطرف يحجم على الصراحه, عن الصراحة. م. فدي لازم يبقوا فاهمينها عشان كل طرف لازم ردود أفعاله تبقى راقية. تمام. في غلطة، في حاجة أحياناً يبقى في نوع من الإيه؟ غيرة بزيادة بيحكي مثلاً أنا كنت في الشغل زميلتي قالت كذا وبتاع فهي تروح داخلة وزميلتك تكلمك ليه؟ وزميلت مش هيحكي لك تاني ما برضه هي لازم تبقى ذكية. دي حاجة. الحاجة التانية بقى في حتة الكذب. أحياناً يبقى في طرف عنده مشكلة مؤذية للبيت. زي مثلا واحد بخيل جدا. ايوه. م. طماع جدا، عايز ياخد مثلا مراته بتشتغل ولا باباها بيساعدها ولا مش عارف ايه، عايز يصفيها وياخدها. او العكس يعني. طب الحل مع ده ايه؟ فاحيانا بيلجا الطرف المظلوم او الطرف المقهور للكذب. للكذب، ما اقولش اني معايا مرتب. ايوه. ما اقولش اني محوش. ما اقولش إن... وهكذا. احيانا يبقى في طرف بي... بي... يعني بيبذر ربما يكون التبذير دوت نتيجه انه بياخد مخدرات، نتيجه انه بياخد سجاير، يعني دي... فهنا برضو الحكمه انه ما يقولش بس ازاي؟ هي دي النقطه، يعني هل هنقول هنكذب يبقى معايا الفلوس وكده اقول معيش ولا دي يعني ازاي نتكيف بيها دي محتاجه بقى حوار يعني محتاج اني اروح لاب اعترافي عشان الموضوع يتفصص يعني واحنا هنا في في البرنامج صعب اني اقول قاعده تمشي على جميع التفاصيل صعب فالموضوع يتفصص مثلا هل زوجك بياخد مخدرات في الحاله ديت ده مش هيبقى كدب ده احنا نمنع عنه تماما انه ياخد فلوس اه يعني انا لو قلت له لا انا مش معايا فلوس ده لمصلحته ده لمصلحته وانت فعلا ما يبقاش معاكي فلوس انت تروحي تشيليها للعيال باي شكل ما أمم. وما تحطش في البيت لانه ممكن يطلع سكينه ويعور حد عشان ياخدها طالما بياخد حاجه تغيبه عن الوعي فده حاله في حاله تانية بتاعت واحد بخيل ربما الانسان البخيل دوت مقطر جدا والزوجة عايزة تجيب مثلا حاجة لبس لابنها ولا لبنتها طب برضه هتعمل ايه فيا ترى هل هتكذب لا انا شايف ان ايه ولا نكذب ولا نفتش احنا ممكن نعمل حاله وسطيه ان احنا نتصرف بسرعه يعني مثلا انا شايله فلوس على جنب عشان عارفه ان جوزي بخيل ومش بيرضى يشتري حاجات للولاد فانا شايله فلوس للطوارئ عشان لو حد احتاج حاجه لو شغلك شيلي براحتك هو مش من حقه يتكلم اه يعني انا وده انا دايما اقول كده على فكره لو شغلك يا بنتي شيلي براحتك وطالما هو بخيل بس انا انا ابقى انه فعلا بخيل م. ما تكونش هي اللي ايه بترمي فلوس يمين وشمال وبعد كده يبقى هو اللي هو الصح مثلا لا اذا هو فعلا بخيل فقول يا بنتي دي فلوسك وده شغلك وده تعبك شيلي للزمن لكن لو مش فلوسها هنا بقى كارثه تاخد منه وتكذب وتحط وتشيل باسمها. هنا خطر جدا م. جدا ليه بقى؟ لانه هو لو عرف مش هيقول لها انت شايله عشان الواد. هيقول لها انت بتسرقيني. م. وهنا الخطر بقى. عشان كده انا في الحاله دي انا يعني على قد راي الضعيف طالما ده مش شغلك ما تشيليش باسمك. انت بس كفي بيتك. كفي بيتك. عايزه بقى تقنعيه ان حضرته يشيل للعيال حاجة ده لازم بمجهود وبإقناع وبتدخل أخوه حد كبير لو هو يعني حالته خلاص ما يقوس منها يعني لازم حد يتدخل يتكلم معاه ويقنعه لكن في جميع الأحوال هتاخدي من فلوسه وبعدين تقولي له أصل جبنا حاجات مثلا بألف جنيه وهي 800 وتروح مخبية متين وبعدين تروح حاطها في البنك وبعد كده هو يكتشفها يشوفها دفتر ولا يشوف مش عارف ايه فيقولك بتسرقيني احنا كده بنلعب بالنار لكن اه انا اعتقد ان في الحالة دي احنا نعمل الحاجة بسرعة يعني ايه نعمل بسرعة انا في ايدي فلوس ابني محتاج لبس انزل يا ابني النهاردة تجيب القميص النهاردة عشان ما اضطرش اشيل ويجي يقول شايلة فلوس اقول له اه مش شايلة صدقني وانا باجد طب ليه النهاردة خد يا ابني انت عندك درس اتفضل خد هو كمان الموضوع محتاج حكمة فاقول ايه وما اقولش ايه يعني حكمه في انه امتى اصرح باللي عندي وامتى ما اصرحش وامتى حسس اللي قدامي انه انه يعني انا انا مش بكذب عليك لكن انا اضطريت اعمل كده يعني هو ما فيش مانع ابدا ان انا اكون صريحه في اطار من الحكمه يعني لو حتى سالني اه انا شايله ده بس انا مش شايله ده علشان خاطر اخد حاجه من وراك انا شايله ده للطوارئ للظروف لكذا هو لو هيتفاهم وهيستوعب اوكي م. لكن لو في حد خشن جدا طبعا يعني ايه تشيلي من ورايا وانا مش عارف ايه ولا هاتي اللي كده ساعتها بقى يبقى موقف مش ظريف يعني يعني, ف يعني انا اعتقد ان سرعه التحرك يعني انت عايزه حاجه تجيبيها في علاج هتجيبيه في مش عارف ايه يبقى هاته دلوقتي اي دلوقتي واشيل ليه يلا انزل هات 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 طالما حاجات خطيره ومهمه مش هات بقى ملبس وبتاع وضيع له المرتب في الملبس هو اصلا بيموت من المصاريف فصعب يعني <applause> السوشيال ميديا من ضمن الحاجات اللي فتحت بوابات من الكذب يعني السوشيال ميديا عودت ناس كتير قوي على إنها تخبي وتداري و... و... وتعمل حاجات كلها في الخفاء مش متشافة الموضوع ده موضوع مهم جدا وبيأثر على العلاقة ما بين الزوجين لكن هستأذن قدسك هنتناقش في النقطة دي بعد ما ناخد الفاصل بستأذنكم هنخرج لفاصل ونرجع مرة تانية خليكم معانا الابن والروح القدس الاله الواحد اماين من مفاتيح السعادة الزوجية وجود قانون روحي استغربوا بقى لانه احنا هنقعد نتكلم بس عن الحاجات الحلوة بتاعت الازواج والتربية لا اما كانش فيه برنامج روحي قوي لا يمكن السعادة تدخل البيت السعادة او في لغتنا الروحية الفرح الروحي ومع السلام دول حاجات بتوع ربنا لما ربنا يدخل البيت ويملى البيت يبقى هنا في سعادة بجد طب هيدخل البيت ويملاه ازاي لازم قانون بلغة القديسين بقى قانون روحي يعني برنامج متفقين مثلا نصلي باكر والنوم كم مزمور هنقعد نقرا الانجيل نقرا مع بعض ولا نقرا كل واحد لوحده طيب بناخد وقت قد ايه في الانجيل القداس ميعاده امتى هنسمع وعظه طب هنقرا كتاب روحي وجود قانون روحي بيخلي ربنا صاحب البيت ربنا قادر انه يخلي بيوتنا حته من السما ويدوقنا الطعم السما ويفرحنا على طول وتبقى بيوت بركه ليه؟ لان في ربنا ربنا بس مركون في اغلب البيوت بنديله الفتات بنديله دقيقه لا الدقيقه لما تبقى ساعه الوقت يختلف خالص والبيت ده يبقى شكله حاجه تاني خالص اذا احبائي قبل ما نقعد نقول الزوج فيه عيوب والزوجه فيها عيوب احنا الاثنين ملخبطين حق ربنا راح مننا تعالوا نشتغل على القانون الروحي هتحسوا ان السعاده زادت على طول صدقوني كل لما تزود مزامير بروحانيه كل لما تلاقي السعاده زادت تدي وقت للانجيل اكتر تلاقي البهجه والسلام زادوا يبقى ربنا شغلك والخدمه شغلك بطريقه حكيمه كده تلاقي في فعلا بركه وربنا موجود في البيت القانون الروحي هيستلمو عيالنا مننا عيال يطلعوا يلاقوا بابا وماما صلاة وإنجيل دي حاجات قبل الأكل والشرب هيطلعوا طول عمرهم يصلوا ويمسكوا في ربنا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد رجعنا لكم مره تانية برحب بقدسك معنا قدس ابونا منورنا اهلا بيك انا واخد بركه آه قبل الفاصل كنا بنتكلم على الاسباب اللي ممكن تخلي حق احد من الطرفين يكذب من ضمن الاسباب دي قلنا السوشيال ميديا وما تكلمناش لسه يعني لسه هنشرح بقى التفاصيل السوشيال ميديا عالم كله عالم مستخبي يعني الرسائل مخفيه الواتساب عليه رسائل وفي بقى نوع من انواع الحيطه والحذر والكلمات بتاعه الباسورد اللي ممكن نعملها هل فكره ان انا اكون متاحه على السوشيال ميديا وعندي علاقات او مشاكل الطرف الاخر ما يعرفهاش ده نوع من انواع الكذب ما حسب مساحه العلاقات يعني في الحقيقه برضه لازم الازواج سواء الراجل والست يعني ازواج ده كلمه لازم يدوا مساحه للحياه الخاصه بتاعه كل طرف يعني هي ليها اصحاب صاحباتها واصحابها في الشغل مثلا ربما عيلتها انا ايه اللي خليني افتش فيها يعني خلاص هي طبيعي اي واحد مع اصحابه بيعمل ايه بيقول كلمتين ربما ده بيقول نكته ده بيقول كلمه انا مش هفتش وراها طالما في ثقه حلوه بينا لازم اديها مساحه من الحريه وهي نفس الشيء لكن لو فضلنا نفتش ورا, ورا بعضنا احنا هنخسر بعض لكن الحكمه تقول اني انا واثق فيها كاني انا يعني وانا متعمي كده عارفه اللي يقولك ايه وانا نايم مغمض عارف انك مش هتعمل حاجه غلط وهي نايمه مغمضه عارفه ان جوزها مش هيعمل حاجه غلط لكن بديله مساحه من الامان ما هو برضو ده إنسان وهي إنسانة محتاجة تضحك محتاجة تنبسط محتاجة أصحاب محتاجة تفضفض هو كل حاجة أنا عشان اتجوزتها يبقى في الحالة دي أنا قطعت مجتمعها ما هو مش صح فإذا التفتيش ورا بعض ده من أكثر الحاجات اللي تخنق و و وتسبب ضيق وضجر وتؤدي للكذب وتؤدي للكذب طبعا أصل اللي هيفتش دوت مش هيجي مستني مثلا علاقة آثمة عشان يمسكها ده أي حاجة هيعترض عليها وده بعتلك وردة ليه طب ما كل زمايلها في الشغل بيبعتوا ورد كل سنة وهم طيبين عيد ميلاد سعيد هابي نيو يير ولا أي حاجة زي كده عادي يعني ما فيش أي حاجة لازم برضو يعني طبعا يبقى في انسجام او في توافق بين المستوى الثقافي وفي نفس الوقت برضو دي مساحه الكلام ده لو فيه حاجه خطيره ولا علاقه اثمه ولا بتاع مسكها لكن هو يمسك اي تفاهات وهي تمسك اي تفاهات ولو جينا بصينا لنا حاجات بسيطه جدا فاللي انا عايز اقوله برضو يبقى لازم كل واحد شبعان ثقه وطالما انا عارفه ان جوزي كل يوم بيخرج طب ما هو لو فيه حاجه غلط هيعملها في الشغل هيعملها بره مش هيعملها على الموبايل ومش هعرف طبعا والنهارده في اللي بيدلت واللي بيعمل طبعا يقدر الواحد يخبي يعني لكن عامة التفتيش بيعمل خنقه الا الا لو في سبب او حاجه ممسوكه فعلا ان في غلط. وممكن يكون الكذب هو اللي خلى الشخص يفتش يعني لما يكون مثلا واحده او واحد كذب والطرف الثاني اكتشف كذبه ابتدى يدور وراه بقى والكذب يدخلنا في بوابات ثانيه الشك وعدم الثقة وممكن ما هو أصعب من كده وبالتالي إحنا ممكن تكون الـ الـ الحياة ما بيننا كانت طبيعية وعادية جدا إلى أن بدأنا نحترف الكذب فتح علينا بوابات تاني بقى وممكن لما الكذب بيجيب شك يعني أنا كطرف مظلوم شاكك في الطرف التاني أنا معتبره ظالم ربما يبقى هو بريء لكن أنا معتبره ظالم فقلت طب معنى هو طب ما أنا كمان أمشي غلط وامشي غلط بناء على اني متوقع ان هو, إن هو غلط ان هو غلط أوه. وبعد كده ابص الاقي نفسه هو البريء وانا اللي غلطان او انا ورطت نفسي في الغلط عشان كنوع من العند بقى طب انت هتعمل انا هعمل فالقصه كلها محتاجه بصراحه هي محتاجه نوع من انواع التحضر في التصرف احنا لو نمتلك التحضر في التصرف هلاقي ان انا بدي مساحه حلوه الثقه برضو ما ينفعش اهدها بدون اسباب واسباب ايه اسباب حقيقية مش واحدة ضحكت له البيت يتخرب عشان واحدة بتضحك له او ان حتى لو واحدة حط عينيها عليه بالمعنى الوحش <applause> هو عمل ايه طب ما هو ما عملش حاجة غلط طب ما انت ممكن تبقي زوجة جميلة خمسين واحد يحط عينيهم عليك بس انت زي الالف فزوجها يبقى مطمن يقول لها هي بتروح الشغل ممكن خمسين واحد لانها جميلة بس جميله نفسا مش شكلا يعني وشخصيتها حلوه كل حاجه بس هي قويه ما حدش يقدر يضحك عليها بالظبط فده شيء ده فخر ليك لكن عشان كل واحد من بره هبدا بقى نقول ده بيبص هبدا افتش وراكي انت العلاقه اللي بينك وبين مراتك بتبوظ وب... وانت مش داريان والكذب بيفتح باب الغيره يعني لو هو مثلا في يوم من الايام كلم واحده ايا كان ومراته سالته كذب حتى لو ما فيش ما بينهم حاجة هي هتتوقع انه في ما بينهم حاجة وتبتدي تغير وتتضايق وتتجسس بناء بس على كذبة هو كذب او العكس فكمان الكذب مش بس بيفتح باب عدم الثقة بالنفس لكن كمان الغيره والشك اللي بيفتح دايره جهنم يعني الحياه الزوجيه بتتقلب 180 درجه بسبب كذبه ممكن بس برضو انا يعني بحاول ادعي جميع الزوجات لفكره ان الحوار يبقى شيك لكن الزوجه اصل هي بتسال زوجها بطريقه التحقيق ودي مشكله جميع الرجاله الراجل ما يحبش حد يحقق معاه وتقول له مثلا ايه وانت مش عارف بقى هي في في الشغل دي بقى يعني بتلبس ايه بقى في الشغل مثلا وهي بقى بتكلمك ازاي بقى مش عارف ايه وهي ما طبيعي الطريقه ديت تخلي الراجل طب مش قايل يعني انت شاكه فيا ما برضو الشك بيخليني مجروح طب مش هرد فاقوم هي تزيد وهو يزيد وهكذا يعني انا نفسي اني الـ الـ الحوار يبقى حلو وشيك وفي نفس الوقت ما نضغطش على بعض في التحقيقات يعني ما فيش حاجه غلط ليه انا التخيل يعني عندي خيالات ضد مراتي هي ما فيش حاجه غلط هي عشان انسانه مبتسمه مثلا في شغلها وعشان كل محبوبه من الكل في الخدمه وما انا بقى مع نفسي اقعد لا ده فضل ودي مشكله لكن لو في حاجه حقيقيه وسبب واضح ممسوك نتكلم طيب لو انا خبيت معلومه معينه المعلومه دي من شانها ان هي تخرب البيت زي مثلا انه ابني جاب درجه مش كويسه مش هقول لباباه علشان باباه عصبي جدا وكان آه قايل له لو جبت كذا هعمل فيك كذا او انه مثلا حصلت مشكلة كبيرة والشخص اللي قدامي ده صحته على قده مش هيستحمل انه يسمع المشكلة دي او الخبر ده فانا خبيت عليه ده يعتبر كذب؟ بصي طبعا تتوقف على الشخص اللي احنا عايزين نداري عليه ربما طبعا في انا مش مش بايد كده لكن بقول لك افكار الناس ربما يقول لك ايه ده عنده امراض ياما ولو سمع ان ابنه جاب ملحق ولا جاب مش عارف ايه يروح فيها أه بص في حاجات يعني مثلا كنا احنا لسه بنقرا مثلا الخبر بتاع مثلا فنانه جوزها مات ما خبوا عليها لان هي كانت كمان في المستشفى في حاجات بتبقى مستوى الخطوره فيها كبير لكن لو احنا خدنا في الطبيعي نقول ايه المشكله ما نقول يعني وفي نفس الوقت واحنا بنقول برضو الزوجه ليها ثقل على جوزها يعني ممكن تقول له ابنك جاب ملحق ها بالراحه شويه اللي انت هتضيع الود ما هي برضو هو بيسمع لمراته لان الزوجه برضو بتمتلك حكمه حلوه جدا يعني شوفي ابي جايل كان عندها حكمه جميله قدام داود النبي فما فيش مانع ان هي تقول له بس طبعا بينهم وبين بعض وتقول له اسمع ما تعملوش وحش ما ما, ما وهكذا تروح هي مهيئة الظرف نفسه وبعدين تقول له بقى هو جاب ملحق أو وحاجه أو زي كده يعني اقصد ايه؟ اذا ما كانش هناك خطوره صحيه او حاجه زي كده على الـ الـ الشخص اللي انا عايز أداري فبلاش اخبي فبلاش اخبي انا عايز اقول لك نقطه بقى خطيره قوي في حته التخبيه دي ومش هقول تفاصيل واضحه قوي عشان يعني هي قصة إني مثلا زوجة ويفضل جارها مثلا يعاكسها. اه فما تقولش لجوزها. هي خايفة الدنيا تولع. اه. هي حكمة لكن هي بقى مشكلة في إيه؟ ولا قالت لجوزها ولا قالت لأب اعترافها. فمفيش حد يديها إرشاد وهي عاملة إيه؟ ساكتة. سكت ساكتة. والتاني بيتمادى 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 هو الشخص الشرير بيعتقد الصمت بتاعها رضا موافقه اه ويقول ايه بس هي مكسوفه ما هو اللي عايش بدماغ الشيطان بيحلل لنفسه كل حاجه اه أوه. وبيخيل ان هي برده ايه زيه اه فيقول ايه بس مكسوفه هي إيه بس مستنيه فرصه هي إيه كذا هي إيه كذا لحد ما جه في وقت من الاوقات واخد تجاوز كبير فالدنيا ولعت ففي وسط القعده بقى بيصفوا فقال لجوزها قال له طب ما هي بقى لها يجي وموافقة فقال له موافقة ازاي يعني قال له اسألها فأتاري بقى كل شوية يرن عليها مثلا هي تقول له من فضلك اقفل تروح قافلة فهو اعتبر ان ده ايه ده موافقة, موافقة. فإذا التخبية خطر هتقولي طيب لو انا قلت ممكن يتخانقوا مع بعض يولعوا الدنيا صح برافو لكن تعالي قولي الاب كاهن انا ليا جار بيعكسني ليا جار بيعمل كذا ليا زميل في الشغل بيحاول يقرب مني وأنا خايفة أقول لجوزي الدنيا تولع أوكي خدي بقى إرشاد من حد تاني تصرفي بالشكل الفلاني اعملي كذا مرة كان أحد الآباء الأساقفة كان حكى لنا قصة إن واحدة للأسف في بيت العيلة أنت عارفة في بعض الأماكن بيبقى إيه كل العائلات في بعض كده آه، واحد من قرايبها البعاد شوية يعني بيحاول يتجاوز معاها تجاوز مش كويس. م. فهي بتسكت بتسكت عشان ما مت... اصل ده ابن عم مش عارف مين عائلتها تاخد سته وعامله وكده. طار بعض اه. فتره قالت اروح اقول لل... لل... لسيدنا فراحت قالت له سيدنا انا واحد قريبي بيعمل كذا. قال لها اسمع اللي هقول عليه. هنا بقى اللي انا عايز اقوله ايه؟ انا ليه بحكي القصه دي؟ منها ابين ان التخبيه غلط ومنها ابين اذا كان مش قادر اقول للزوج عشان مثلا ما يقومش زي ما بيقول يقتل قتيل ممكن حد يضيع فيها ايوه بصدف. لازم اخد ارشاد حد كبير تمام فقال لها اسمعي يا بنتي اللي هقول عليه فلان ده لما يقرب منك الشخص الشرير ده قولي له اسمع بقوه كده وبحسم اذا فكرت تتجاوز معايا انا هصوت والم الدنيا كلها عليك اب اعترافي اللي قال لي كده شوف التعبير اب اعترافي اللي قال لي كده ففعلا هو جه برضه ايه يحاول يغازلها كده فقلت له اسمع اب اعترافي قال لي كذا 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 هو سمع ان القصه فيها الكنيسه أيوة. وفيها اب الاعتراف وفيها اني هصوت وفيها اني مش هخاف منك وهقول وما عنديش مانع ان اقول ان انا بقى حد بيحاول يضايقني او كده لا بس 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 انت مجنونه وسابها ومشي ف فسيدنا هو بيحكي بيقول: قلت لها يا بنتي مجنونه مجنونه بس المشكله اتحلت وده بعد وانت ارتحتي وجوزها وجوزك خلاص أوه. الموضوع عدى لكن التخبيه تماما كانت هتعمل مشكله كبيره مشكله كبيره ده حقيقي. طيب هل وقولا واحدا كده هل من حق الزوج انه يتصرف في فلوسه اللي هي داخل البيت بمزاجه ويخبي على مراته هو الفلوس فين ولا لا؟ لا مش من حقه. ليه؟ لأن الاتنين واحد. فإذا كان ربنا خلاهم واحد هم أنا يعني أنا آسف في التعبير يعني أبقى واحد بس في الجسد وفي الروح أو في الفكر والعقل مش واحد؟ يعني أنا بقى يعني كأني باخد مصلحة. فطبعًا ده مش فكر مسيحي خالص. إحنا المسيحية علمتنا الزوج والزوجة واحد. الفلوس بتبقى مع بعض واحد بنفكر فكر واحد ربما لازم يبقى في مدير واحد للفلوس لكن القرار مشترك يعني مثلا ادي المرتب اهو تفضلي المرتب زي يا معاك يا معايا في حد هو المسؤول عشان بيصرف وبيسجل وبيعرف باقي كام شايل كام للطوارئ وهكذا يعني لكن كل قرش خارج بنتفق عليه يعني انا هدي مثلا هجيب هدية لوالدتي هجيب هدية لوالدتك نجيب ده قد ده ده بكام وده بكام وهكذا لكن أنا أقول دي فلوسي أنا لا أتصرف طالما الحب موجود والزوجة ما هياش شريرة وما هياش بخيلة وما هياش بتكره والدته طب أنت تخبي ليه؟ طيب هي لو عايزة تساعد أسرتها بس مش عايزة تبين ده لجوزها عشان مش عايزة تجرحهم أو تبين أسرتها محتاجة حاجة قدام جوزها هتخبي يبقى بتكذب ولا لا ده امر مقبول من فلوسها ولا من فلوسه من فلوسها من مرتبة هي أو يعني أو. خلاص تساعد وممكن تقول له انا في مساعدات بخرجها كده وخلاص وعشان ما... لكن لو من فلوسه هو لو لازم يعني من يعرف. فلوسه لازم لازم طبعا طبعا يعني يعني انا اذا كان رايي الشخصي ان المالين يعني مرتبين الراجل والست يتحطوا على بعض وتخرج العشور في الكنيسه مع بعض ثم تقسم مع بعض واذا كان في حب وامانه كده وفي خوف على بعض ندي بيتك كام وندي بيتنا كام وهكذا اما اذا كانش الحب بقى كده والتفاهم فخلاص طالما فلوسك قولي له انا طلعت شويه مساعدات فين بقى طلعت ناحيه يعني بركه ربنا وخلاص عشان ما نخسرش بركتها وهي برضه تدي بتعقل يعني دي قصه اما لو فلوسه بقى فصعب ان انا اخد منه من وراه ودي يعني صعب م. مش مقبول يعني طيب في ناس يا اوت ما بتعرفش تتكلم او طبيعتها ما بتحبش تفضفض كتير او ما بتحبش تحكي كتير او كتوم او كتوم فبيبانوا ان هم غامضين او كانهم عاملين عاملة او كانهم بيقولوا كلام مش حقيقي او بيخبوا جزء من الحقيقه يعني في ناس كده ممكن تصنفهم على انهم غامضين وتحت الغموض ده ممكن نقول بقى كذب كلام كتير من 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 هذا القبيل يعني طبعا ممكن يتشك فيه يتشك فيه مم. الناس دي نتعامل معاها ازاي؟ وفي الحقيقه لازم الزوج والزوجه يفهموا بعض كويس. يعني في واحد بيبقى كتوم وفي واحد بيبقى كتوم للحظه يعني مثلا راجع من الشغل متضايق خلاص ربما يتعرض لموقف ضايقه حد هانه حد ظلمه شايل هم مثلا ورقه مهمه ضايعه منه حاجه يعني مش لازم بقى مالك في ايه اه ما انت كنت فين الطريقه دي تزيد الهم هم وفي يعني هيصبر 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 ممكن ينفجر فمش مش حكمه يعني هي تفهم جوزها كويس وهو يفهم مراته ما هو برضه ما يجيش يقول ساكته ليه في ايه لازم تقولي ما يعني مش حكمة لكن ربما هي متضايقة شوية في ناس تحكي كده مع الوقت أول ما إيه مثلا نقعد مع بعض ونحكي ونشرب حاجة مع بعض وهي تبدأ تروق تقول له اسكت ده أنا متضايقة خالص ليه يا بابا ما إيه اللي مضايقك مش عارفة في الشغل أنا غلطت غلطة وبصراحة متضايقة منها ومش عارفة داريها إزاي فتبدأ تفضفض لكن مش معقول هتيجي من الشغل أول ما تخبط تقول له إزايك أنا متضايقة في مش هيحصل كده مش هيحصل ما هو لازم يبقى ذكي برضه لما الإنسان بيستريح بيفضفض لكن طول ما الهم كابت عليه أحيانا الإنسان اللسان نفسه بي, بيتعقد ما بيتحركش م. فالإنسان الذكي لما أشوف شريك حياتي كده أقول خلاص أنا مش هحقق في الموضوع عشان ما اضطروش يتخانق أو يكذب أو, أو أضغط على نفسيته أسيبه أقعد أتكلم معاه في حاجة تانية نشرب حاجة أغير له المود لما اغير له المود من نفسه هو هيفرح وحيح. الحب بقى هو اللي هيشتغل هيقول ايه مفيش الا احكي فيبدا يفضفض فهنا برضه ذكاء لكن مش كل حاجه انا تتوهم في دماغي اني مخبي مصيبه وبالتالي قراري بقى وتصرفاتي تبقى مبنيه على هذا ال 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 الشكل يعني صعب الصراحه اكيد يعني لسه كنت بقول في المقدمه بتاعت الحلقه انه الصراحه هي اقصر الطرق للسعاده الزوجيه يعني لو اتنين صراحه بيقولوا لبعض كل حاجه مش بيخبوا على بعض حاجه عندهم ثقه في بعض حاسين بمشاكل بعض مش مضطرين ان هم يبرروا علشان كذبه معينه حياتهم بتبقى افضل ازاي ده بياثر على علاقتهم وازاي بياثر ده كمان على تربيتهم لاولادهم بص هي الصراحه شيء جميل جدا 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 وانا اعتقد ان جميع اعتقد يعني بنسبه مثلا 95% ان جميع الزيجات يعني في من اول يوم في الزواج هو يوم بيبقى منطلق من نقطة صراحة في اول يوم بالذات يعني ليه؟ احنا في البداية لا في حاجة غلط اخبيه ولا في غلط هي تخبيه واحنا ماشيين مع بعض بصراحة كلنا ايه شربنا ايه مين هنانا مين كلمنا مع الزمن بقى وقت ورا وقت بيبدأ في احداث الحدث دوت لو انا عنيف انا خليت شريك حياتي يبدا يفكر بطريقه مختلفه عن فكره اول يوم وتاني يوم الحلوين دولت ليه هو انا كل ما هكلمه هيتريق عليا كل ما هحكي له هيشك فيا كل ما هقول له حاجه هيهب فيا لا انا غير الاستراتيجيه دي خالص انا مش هقول له هنا بقى اول مرحله من مراحل التحول فلازم كل زوج بالذات الرجاله او طبعا الاثنين لكن يعني لازم يعرف ان وانس يعني لو حضرتك بتهب في مراتك وبتانبها او انت بتانبيه كتير وبتهب فيه على اي معلومه مش هيقولك لك ده ده الولاد الصغيرين بيعملوا كده اه ودي حاجه غلط يعني. حاجه غلط واحنا معتبرين انها غلط لكن تركيبه الانسان كده لو عرف بعد كده انك ه... انت مثلا هتهزئيني على حاجه مش هقولها لك، الكوبايه اتكسرت ممكن اكذب اقول لك ده اخويا اللي عملها، ليه؟ عشان ما ما اجيبش نفس الكلام، فزي ما حضرتك بتقولي الطفل بيعمل كده، الكبير بقى اللي هو المفروض ان في كرامه بيني وبينك فهيعمل كده اكتر. فلازم الانسان يعني اللي انا عايز اقوله بقى ان انا اللي ببقى سبب في تحول شريك حياتي الى مراحل من الكتمان ومراحل من التخبيه ومراحل من الكذب فدي نقطه فاول ما تلاقي نفسك من النوع العنيف واللي بت... دايما كده بتقابل المعلومه ب... بوش خشن وخشب و... اعرف انك انت بتحاول تدفع اللي قدامك للكذب دي نقطه النقطه الثانيه بقى مع مرور الزمن لازم الواحد يراجع نفسه يعني لازم الزوج يقعد مع نفسه والزوجه تقعد مع نفسها لأن موضوع الصراحة ده موضوع خطير جدا. تفتكر أيام الأسبوع الأولاني ولا شهر العسل أيام ما كان كل حاجة صريحة قدامنا، مش كانت أيام حلوة؟ كانت أيام جميلة، أيام واضحة وما فيهاش تخبية، أول بقى ما حصل خلافاته ومشاكله وابتدى كل واحد يستخدم استراتيجيات جديدة. فيقول لا أنا إيه اللي يخليني أرجع لاستراتيجية أروح لاستراتيجيات جديدة، أرجع للطريقة الأولى، أرجع للأيام البيور النقية الواضحة اللي ما كانش فيها حد ربما ودي نقطة مهمة جدا 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 ربما الصراحة الوضوح هيحتاج مني أنا أني أعد الحاجات ما عشان أكون صريح ومراتي تتقبل الصراحة دي في حاجات معينة لازم أظبطها في علاقاتي في تليفوناتي في ناسي في أسراري ليه لأني مش معقول هقولها كل حاجة بما فيها الحاجات اللي ممكن هي تغير منها وهي تقول لي برافو عليك اكيد هيبقى في مشاحنات طبعا وهي نفس الشيء مش معقول هتقول لي كل اسرارها وعايزه الدنيا تبقى صراحه ويبقى في سلام الا إيه لما تكون هي ظبطت شويه حاجات فاحنا محتاجين كل فتره كل واحد يقعد مع نفسه كده عايز اكون صريح 100% وبالتالي عشان اكون صريح 100% الاستراتيجيه القديمه ترجع طب في حاجات انا لو قلتها من مشاكل ابدا بقى ايه انظف طب ده بالنسبه للشخص اللي عايز يحسن من نفسه الطرف التاني بقى اللي معاه هل من السهل انه يدي الفرصه التانيه يعني انا دلوقتي مثلا انا مراتي كذبت علي او انا جوزي بيكدب علي وعرفته واكتشفت ده وواجهته وهو ما انكرش وقالي ان انا هحاول اغير من نفسي وحقيقي انا فارق معايا جدا انه احنا نبتدي من اول وجديد قدسك قلت انه المفروض ان الطرف اللي عايز يتغير يغير فكره واسلوبه ويمسح الحاجات اللي بايظه في حياته ويبتدي من اول وجديد فكره بقى ان انا ادي للطرف ده الفرصه الثانيه واتقبل انه مش هيكذب عليا تاني وما احاولش احسسه طول الوقت ان انا شاكه فيه وانه بقى مريب بالنسبه لي واني مش هنساله الكذبه اللي كدبها اعمل ده ازاي هي بتختلف بقى من واحده لواحده خصوصا الستات يعني احيانا الست ما تنساش بسرعه هو بقى يصبر شويه يستحمل شويه لحد ما هي يعني هي هتحس مع الوقت بالتغير دوت فهو لازم يبقى عنده صبر شويه وفي نفس الوقت هي لازم كمان تتحرك شويه ما احنا الاثنين شايلين شيله كل واحد شايل من القفه شايل من حته فلو انا بتحرك حلو وبعدل من نفسي وعمال ارفع كده وهي نازله لتحت كده خالص متمسكه بالشك بتاعها واتخنقت منه ومش قادر اسامحه الشله هتدلق فهي برضو لازم ترفع نفسها شويه كل واحد لازم احنا بنتكلم على تحسين اوضاع فيش تحسين اوضاع بيجي من ناحيه واحده يعني فيش حد بيجي يكوي القميص ويسيب البنطلون مكسر لازم كله على بعضه يتظبط مفيش حد بيجي يصرح من ناحيه ويسيب الناحيه بايظه ما هو هي كده اذا كنت انا عايزه البيت يتظبط انا باجي على نفسي او بعلم نفسي التسامح والتسامح ده على فكره يا ما بارك بيوت ويا ما غير نفوس والعكس عدم التسامح يا ما خلى الاطراف الثانيه تتمادى في الغلط هي الفكره انه يبقى عندي استعداد اني اتقبل إنه الطرف الثاني ممكن يتغير، ليه لا؟ يعني أصل في ناس تقول إيه؟ الكذاب ده هيفضل طول عمره كذاب. والمنافق هيفضل طول عمره منافق. وأنا متفقة مع فكرة إنه الصفات دي تحديدًا بتبقى صعبة شوية في التغيير، بس مش مستحيلة. أصل الكذب نوعين. في كذب مريض، مرض، ده بيبقى مرض نفسي على فكرة، وأحيانًا بيبقى محتاج يعني تدخل من طبيب نفساني. وفي كذب بيبقى بتاع مواقف ده ممكن يتداوى وممكن يتوجه بيجي بالتوجيه يعني فاذا كان الكذب بقى اللي هو الكذب المرضي ده صعب ده صعب جدا مم. صعب جدا وبعدين ده في ناس يعني ما تعرفش ما تكذبش بتعمل عالم وهمي حواليها بالكذب على فكره انا واحد مره قال لي كده قال لي انا بكذب مثلا وما تسأليش بكذب ليه؟ انا ما شرايح اللي قدامي متخيله الفكره فدي دي قصه محتاجه يعني ممكن الموضوع يبقى بسيط خالص وملوش بص لا ليه تبعيات ولا ليه حاجه ولا حاجه خالص مثلا يعني جبت الحاجه دي منين ببساطه ممكن المكتبه دي والمكتبه دي والمكتبه دي لا جبتها من اسكندريه هو كده طب هل انت مش عايز حد يشتريها يقول لي لا لا مهمره مثلا يعني انا بديكي تخيل عن بس بديكي مثل صغير هو مش عن عايز أنا يقول الحقيقه وخلاص هو اتعود ما أوه. يريحش اللي قدامه أوه. اتعود يعيش في توب مش توب اتعود يعيش في عالم افتراضي مم. اتعود على كده في الحاجه المهمه والحاجه اللي مش مهمه فده كذب مرضي الكذب المرضي دوت محتاج تدخل علاجي اما بقى الكذب بتاع الموقف خايف يقول خايف يتزنق مش عارف خايف حد يحرجه يحققه معاه هي تشك فيه ده بتاع موقف وده يجي بالتوجيه وبالاتفاق ويجي برضو بتدخل اب كاهن اذا هي اشتكت وقعدوا مع بعض قعده حلوه كده وابونا يحتضن الاسره كلها كده ويوجههم دي سهله كتير طيب. تحل يعني وتسابونا يعني في ختام حلقتنا الدسمه جدا النهارده لانه الموضوع مهم واحنا اتكلمنا في تفاصيل كتير تخص فكره الكذب والكتمان والاخفاء وتفاصيل كتيره قوي الحقيقه كانت مهمه النهارده في ختام حلقتنا تقول ايه بقى لكل زوجين بيتفرجوا علينا النهارده قد يكون واحد منهم مر بفكره انه يعني يعيش فتره كده في عالم الكذب انا شايف ان كل واحد لازم يراجع نفسه اللي اخذ سكه الكذب او على الاقل وقع فيها لازم يراجع عشان ما يقعش فيها تاني والطرف الثاني اللي اخذ سكه الشك او السؤال المحققين والطريقة العنيفة وبعدين أو طريقة البحث والتفتيش وتقليب الموبايلات و... لازم برضو يعني يدي كده مساحة ثقة عشان محدش بيتصلح بالطريقة دي يعني اللي عايز شريك حياته يتصلح ما يفتش وراه بطريقة مستفزة لأن فيش حد بيقع عليه استفزاز فبيتحسن <applause> اللي بيقع عليه عمل مستفز بيسوء حالته، فالاثنين لازم يبقوا حكماء، الطرف اللي وقع في الكذب آه يخاف من الكذب لانه خطيه ولانه بيدمر، والطرف اللي وقع عليه الظلم بانه اتكذب عليه لازم يبقى عاقل ورزين ويتعامل بشيء من الرقي وانه يبرر ويقدر ويعذر اللي قدامه شويه عشان الحياه تمشي، واذا لقينا اني الكذب مرضي انا لوحدي كده اتوجه لطبيب نفساني واتكلم معاه و تلاقي العملية برضو اتحلت احيانا ده في الواحد بيتخيل ان احنا بس ما عندناش ثقافة الطب النفسي في مصر كتير للأسف يعني ف... لكن فلكن احيانا بيبقى برشامة بتلات تعريفة بتحل امور كتير خالص انا بشكرك جزيلا أن يا اتصابونا شرفتنا ونورتنا وقفتنا والحقيقة ان الموضوع كان في بعض المفاهيم الملتبسة علينا ما بنعرفش نفرق قوي ازاي نتعامل في المواقف المختلفة لكن احنا النهاردة حللنا الموضوع من كل الاتجاهات فأنا بشكرك جزيلا على وجودك أنا معنا أنا بشكرك نعرف. على الحلقة المهمة لأن موضوعاتكم بصراحة كلها جميلة بشكرك يا بول. ربنا يخليك ودايما كلنا بنستفيد منكم ربنا يخليك قدسك شرفتنا ونورتنا بشكرك جزيلا قدس ابونا القمص مكاري القمص تدرس كهن كنيسة الشهنة العظيم مارجرجس بشبراء الخيمة بشكرك جزيلا يا بونا. بشكركم جدا مشاهدينا على متابعة حلقة النهاردة طبعا تواصلكم معانا يهمنا جدا و وبعتولنا على وسائل التواصل المختلفة الخاصة بالبرنامج صفحتنا على الفيسبوك برنامج بتاع صخر باللغة العربية دي صفحتنا الرسمية والوحيدة بشكركم وأشوفكم الأسبوع اللي جاي إلى اللقاء